نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت اللي بيكبر اللي بيكبر اي حد نادي الزمالك العظيم. النهارده حلقه يوم الاثنين 20 يونيو اكيد هنكون معاكم ان شاء الله في 90 دقيقه رياضيه صباحيه، بالتاكيد الجزء الاكبر فيها هيكون مخصص للحديث عن مباراه القمه. مباراه القمه اللي اظهر فيها الحقيقه الزمالك من قوه الشخصيه ما كان يكفيه لتحقيق فوز مستحق طبعا لولا غياب التوفيق. أظهروا فيها أبناء الزمالك ما لديهم من جينات الكفاح الحصرية لدى أبناء الزمالك، يعني خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن مباراة القمة امبارح، بس خلوني في الأول أصبح على زميلتي العزيزة نيرفانا العبد. نهارك أبيض يا نيرفانا، وشفتي التعادل امبارح إزاي؟ نهارك أبيض يا إنجي، وعايزة أقول لك يعني طبعًا نهاركم أبيض جميعًا، جميع المصريين طبعًا وجماهير نادي الزمالك الأبيض العظيم. خليني اجاوب عن سؤالك. اول حاجه انا مبسوطه ان انا رجعتي كانت على تعادل، يعني فكره انه الحمد لله مش طالعين نقول يا جماعه الاخطاء ونتدارك كل الحاجات اللي احنا كنا بنقولها بقالنا فتره، الحمد لله مش هنقولها النهارده، يعني بغض النظر اقول حاجه تانية، بس الحمد لله بقينا بنغير، بقينا شايفين مميزات في ماتشات بقالنا كتير ما طلعناش قلنا يا جماعه كان في ميزه امبارح في ماتش ان لاعبتنا مثلا لعبت بالطريقه الفلانيه او عندنا شباب لعبوا بالطريقه الفلانيه. دي اكتر حاجه انا مبسوطه منها النهارده، تعادل ما بين شباب الزمالك وخبرات نادي الاهلي، دي اكتر حاجه انا عايزه ابروزها كده. امبارح شبابنا والناشئين عندنا يا جماعه عملوا مباراه تحفه الحقيقه، يعني سواء سيف فاروق جعفر او حسام عبد المجيد او يوسف اسامه نبيه او حتى نيمار، اللي يمكن نيمار كان مخضوض شويه بس برضو كان موجود. امبارح يا جماعه كانت تشكيله ملعب المباراه بتقول يعني ان اكتر من 4 لعيبه من فريق الشباب اللي ابتدى مع الفريق الاول طبعا مشوار الموسم الحالي، يعني بنتكلم عن ناس كتير قوي، بنتكلم على كل اللي انا قلتهم في ظل غياب لسبع عناصر اساسيه دوليه عن الفريق، عشان الناس اللي بتقول ما عندناش غيابات، يعني ظروف صعبه جدا يا جماعه قدام فريق خاض نهائي افريقيا من 3 اسابيع بيلعب بكامل قوامه الاساسي، عنده من الخبرات طبعا في الملعب ما تسمح ليه ان هو يكسب الماتش بحسب طبعا معظم التوقعات الفنيه اللي سبقت المباراه، وبالمناسبه كمان بحسب الشوط الاول. احنا الشوط الاول اعتقد ان كل الزملكاويه يعني كانوا عاملين حسابهم لا احنا في سكور هيجي، لكن هنا بقى ولكن اللي انا عايزه اتكلم عليه دي بيت القصيده كده زي ما بيقولوا، عشان الزمالك دايما عودنا كده انه ملوش كتالوج، مفيش بقى كتالوج في قصه التوقعات، يعني لان احنا امبارح كنا داخلين توقعاتنا، لان انا زي ما بقول لكم في الاول احنا بقى لنا ماتشات كتيره قوي بنطلع نندب يا جماعه هو ايه اللي بيحصل؟ فين الزمالك؟ فين الناس؟ فين القوام الاساسي؟ فين اي حاجه؟ فما بقناش عارفين نتوقع. لكن عدم التوقع ده جه في مصلحتنا امبارح. احنا امبارح يا جماعه عملنا ماتش هايل جدا جدا، يعني كنا الفريق الافضل في الشوط الثاني زي ما اتكلمت بالتحديد، فرضنا اسلوب لعبنا كده على المنافس، ضيعنا اكتر من فرصه، رجعنا في اللقاء بقوه، سجلنا بدل الجول جولين، ولو يمكن يعني لو كان عندنا 5% توفيق كنا خرجنا كمان كسبانين القمه. لكن يمكن الحظ كده زي ما في ناس كتير او يعني اعلاميين كتير ذكروا الموضوع ده، يعني ما فيش العارضه دايما كده ايه مع الزمالك دايما في كل حاجه. ف الزمالك ما ينفعش اجتمعوا في جمله مفيده، دي حقيقه يعني كره امام عاشور يا انجي كانت بجد لو كانت جت كانت قلبت الماتش، كانت قلبت المباراه، كنا طلعنا اقل حاجه ب 3-2 من المباراه، بس زي ما احنا قلنا انه احنا ما عندناش حظ، يعني دايما بحس ان الزمالك كده الحظ والزمالك يا جماعه دونت ماكس خالص مع بعض. وعلى فكره انا عايزه اوضح حاجه، احنا مش سعداء، احنا مش مبسوطين، جمهور الزمالك مش سعيد بالتعادل، بالعكس احنا كنا قريبين جدا من الفوز، يمكن الفوز كان في ايدينا لكن اتعادلنا، بس في حاجه اسمها ظروف المباراه. السعاده اللي ممكن يكون فيها شويه جماهير الزمالك احنا سعداء بشكل الفريق، لانه ناس كتير جدا ما كانتش متوقعه ان اللعيبه الشباب اللي موجوده دي هتأدي بالشكل ده، لكن بالتاكيد زي ما قلنا وفقا لظروف المباراه وعدد الفرص اللي كانت موجوده جمهور المنافس هو اللي المفروض يكون سعيد بالتعادل اللي وصل ليه. احنا هنا بنتكلم في الجانب الايجابي للمباراه امبارح وللتعادل امبارح، وهو فكره اللاعبين الشباب اللي احنا امبارح كنا سعداء جدا بيهم، تالق اكتر من لاعب شاب، يعني زي ما بنقول كده سنه اولى قمه، عارفين يعني ايه يكون في اكتر من لاعب بيلعبوا ماتش قمه لاول مره يلعبوه، حاجة صعبة جدا، يعني ما تفتكروش ان الموضوع ده سهل، يعني قبل كده
كانت مباريات القمة بتشهد مشاركة لاعب أو اتنين من الفريقين، مش يعني مش من فريق واحد حتى، لا من الفريقين، كنا بنشوف لاعب أو اتنين بالكثير قوي. لكن أنت امبارح كمية الشباب دول بيلعبوا يعني وسط تشكيلة فيها لعيبة كتير جدا زي ما قلنا مواليد 99 ومواليد 2000، أول مرة يلعبوا لقاء قمة زي ما شفنا امبارح، ولقاء قمة بيكون مش حاجة سهلة إطلاقا، بيبقى محتاج خبرات كبيرة جدا للاعبين. فمن هنا احنا مبسوطين الحقيقة، جمهور الزمالك من هنا هو سعيد وفرحان بالروح كمان اللي رجعت، أو اللي رجعت أكتر من أي حاجة تانية. امبارح احنا هنا اتكلمنا في نهارك أبيض في المقدمة أنا وزميلي أحمد علي، وقلنا إنه اللي هيفرق معانا الروح والجرانتا اللي هتكون موجودة عند اللاعبين، وللمفترض ان احنا نخوض بيها لقاء زي لقاء الديربي طبعا اللي بيكون محتاج روح عالية، جرانت عالية، تكون نازل عندك حماس وعندك روح ان انت لازم تكسب. فالروح هي دي اللي عوضت امبارح الحقيقة غيابات الفريق. اللاعبين الشباب امبارح تألقوا بشكل كبير جدا، كنا نقدر ان احنا نكسب امبارح، كنا ممكن ان احنا نحافظ على المكسب. ظهرنا كمان بشكل ممتاز جدا زي ما نيرفانا قالت في الشوط الثاني، كنا افضل بمراحل من الشوط الاول. عايز اتكلم كمان عن تغييرات مستر فيريرا. تغييرات مستر فيريرا الحقيقه يعني تغييرات الحقيقه كلها جرأه، كلها شخصيه حاضره، يعني حتى لو البعض اختلف شويه مع تغييرات اللي حصلت امبارح في المباراه، بس المدرب في الاخر اكيد بيكون ليه وجهه نظر، هو الوحيد اللي يقدر ان هو يقرر، واكيد هو بيكون عارف كويس هو بيعمل ايه. افتكر ان اللي جاي هيكون فيه كلام كتير جدا، خصوصا زي ما قلنا ان المباراه مش حاسمة لبطولة الدوري، ده كان كلامنا امبارح قبل ما يحصل أي حاجة، قلنا إن دي مش آخر مباراة في الدوري، دي مباراة زيها زي أي مباراة في الدوري، بتكون أكيد ليها قيمة أكبر، مباراة القمة أكيد بيكون ليها أكبر، لكن إحنا داخلين لسه على منعطف مهم جدا مطلوب فيه الاستمرار في المنافسة بنفس القوة، يمكن أكتر كمان. بصي، هو اللي جاي محتاج اكتر بكتير، سواء من حيث الروح والجرينتا اللي انت اتكلمت عليها، محتاجين يا جماعه نشوف جرينتا اكتر من كده وروح اكتر من كده. حاجه تانية انجي اتكلمت عنها وهي تغييرات مستر فيريرا. مناسبه تغييرات مستر فيريرا يا جماعه، يعني ماشي ممكن يكون فيها جراه وقوه وكل حاجه، بس مش دايما الجراه بينتج عنها حاجات ايجابيه. يعني امبارح احنا لولا ان احنا تعادلنا وشفنا كمان ان الشباب تألقوا، لا كنا هنطلع نتكلم عن التغييرات بشكل مختلف. مش بتكلم عليا انا، بتكلم عنا عموما، اي حد كان ممكن يطلع يتكلم، يعني كان كل هيبقى مختلف مع تغييرات مستر فيريرا. يمكن بن شرقي ممكن نطلع منها شويه تفسيرات ليه طلعه، لكن طلوع زيزو انا بالنسبه لي لسه مش شايفه سبب وجيه وسبب واضح. ويمكن التعليق على قصه التغييرات دي مش هيحصل كتير، لان احنا خرجنا بتعادل سواء احنا او هم، يعني احنا الاثنين مش هنتكلم في تفاصيل المباراه قوي. اللي هنطلع بقى نتكلم ده احنا عندنا التعادل بطعم الخساره، وهم ده احنا عندنا التعادل بطعم مش عارفه ايه. يا جماعه ايا كان الطعم، هو حصل تعادل وخلاص، فعدينا المرحله دي. التغييرات لا، انا بالنسبه لي في علامه استفهام على بعض التغييرات الصراحه، لكن في الاول في الاخر زي ما قلت لكم مش هنقف عند الحته دي، هنشوف اللي جاي. مستر فيريرا اكيد عنده وجهه نظر برضو هنشوفها، نتمنى ان هو يبقى فيه وجهه نظر واضحه وصريحه بالذات الفتره اللي جايه، لان احنا محتاجينها جدا جدا، بالذات ان احنا متعودين ان فيريرا صاحب شخصيه جامده، شخصيه مهمه قوي. فكره بقى الانتصار، والانتصار هنا مش نتيجة، الانتصار هنا انه في عناصر جديدة احنا شفناها، في يمكن بصيص من الامل كنا فاقدينه ان احنا نشوفه الفترة اللي فاتت بقى موجود في ظل الغيابات اللي انجي اتكلمت عليها واللي احنا اتكلمنا عليها. احنا دلوقتي شايفين عناصر كتيرة قوي من الشباب موجودة ومبسوطين بيها، عندنا عناصر مهمة جدا مش موجودة، لا عندنا بقى سيف الدين الجزيري وشيكابالا كمان، حتى يا جماعة بصوا ما كانش جاهز، كان الفترة اللي فاتت كانت صعبة بالنسبة له، بس نزل قلب المباراة بمعنى الكلمة. عندنا طارق حامد، بالنسبة لطارق حامد يا جماعة عندنا تفاصيل فقرة الخبر كتير عن قصة طارق حامد، بس في حاجة حابة أوضحها يا جماعة. طارق حامد ما كانش موجود معانا في ماتش طلائع الجيش عشان هو كان موقوف، هو خد آخر إنذار ليه في ماتش إمبي وما بقاش موجود معانا في طلائع الجيش، فدي آخر حاجة. يعني هو لعب كل الماتشات اللي قبليها عادي جدا، خد اخر انذار في امبي فتوقف طلائع الجيش، من بعد طلائع الجيش طارق حامد ما كانش موجود، سافر بقى. والقصه اللي احنا هنعرفها في اقرا الخبر، واللي اكيد الفتره اللي جايه هنكون عندنا تفاصيل كتير جدا عن علامات الاستفهام، اللي هي اصلا عليها علامات استفهام، ليه في علامات استفهام على الاصابه دي؟ المفروض يا جماعه الاصابه دي اسهل حاجه، يعني بيطلع يتقال يا جماعه في 1 2 3، طارق مثلا يبعت الورق يا جماعه انا عندي 1 2 3، بس ده ما حصلش. ففي علامات استفهام وفي غموض اكيد هنعرفها الفتره اللي جايه، لو في النادي عنده حق
اكيد هيتم يعني التعامل مع طارق بشكل لائق ومحترم، ولو طارق فيه هو عنده مشكلة او اصابة او ايا كان الورق اللي هيظهره اكيد هتبقى المشكلة فنية بس مع مستر فيريرا، وده اللي ذكره امير مرتضى واللي هنتكلم عنه في اقرا الخبر. كمان انا عايزة احيي من هنا بمناسبة يا جماعة شيكابالا بقى، ابن الزمالك البار، فخر صناعة ميت عقبة الحقيقة، يعني الموهبة الفذة، رجل المباراة ورجل القمة 124، كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا. يعني عايزة أقول حاجة بس طبعا أنا مش عارفة أقول بنفس الطريقة، بس هي جملة لازم تعلق في ذهننا كلها، لو بنص حمولته ولو بربع حمولته على رأي طبعا معلق القدير ربنا يديله الصحة كابتن ميمي الشربيني، هو شيكابالا، يبقى شيكابالا وهيبقى شيكابالا. صراحة يا جماعة تغيير ولا أروع من الجهاز الفني بنزول شيكا في التوقيت ده بالذات بداية الشوط الثاني، قلب اللقاء رأسا على عقب، يعني الروح بقت موجودة، الأداء بقى موجود، اتبسطنا لما شفنا حاجة زي دي، أسست التعادل لبن شرقي بعد كده تسجيل الهدف الثاني من عرضية البديل طبعا الشاب الواعد يوسف أسامة نبيه، وفي آخر لقطة في الماتش عمل كده حتة أسست لإمام عاشور، يعني لوحة فنية الحقيقة مش كراس باس، لكن كورته جت في العارضة اللي مش بتحب تفارقنا أبدا أبدا زي ما احنا كنا بنتكلم. يعني الحقيقة يا جماعة شيكابالا مش هيتكرر، يعني شيكابالا صعب يعني مستحيل مش صعب يعني الفانا، يعني شيكا قائد، شيكا الحقيقة قائد بمعنى الكلمة، يعني قائد بحقه حقيقي، لاعب عنده 36 سنة والكواليتي بتاعته يعني بتتكلم عن نفسها، شوفوا عامل ازاي، شوفوا غير من صورة وشكل اللقاء ازاي، يعني رغم ان شيكابالا غير جاهز بدنيا لكنه الحقيقة تحسه كده ايه، لعيب معجون بجينات الزمالك، عنده جينات معجون بجينات الموهبة، عنده حتة كده من عدم الخوف من اي لقاء مهما كانت ظروفه وصعوبة اللقاء، لكن تحسه كده عنده جرأة مش عند اي حد، قائد الحقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ربنا يديك الصحة يا ابو ادم ويخليك دايما للزمالك. شيكابالا امبارح الحقيقة فرح كل جماهير الزمالك، يعني فرحهم بأداء وفرحهم بروحه في الملعب، فرحهم بالنتيجة، ويمكن النتيجة دي خلينا نحط بس كده خط تحت ان النتيجة دايما بتكون بتاعت ربنا، يعني كان وارد جدا زي ما قالت نيرفانا ان كرة امام عاشور اللي كنا بنقول عليها انها تدخل جون، وكان الماتش ينتهي 3-2، وكان ممكن برضو الكرة اللي بعدها بتاعت يوسف اسامة نبيه تدخل جون، وكان وارد ان هو يخلص 4-2، وكان وارد يحصل سيناريو تاني خالص، وكان ممكن ان احنا زي ما قلت نستقبل هدف في الوقت الضايع، لكن انا في النقطه دي مش بحب اتكلم كتير، خلاص الماتش انتهى تعادل وخلاص الموضوع اتقفل، لكن انا هنا بتكلم عن لاعب عنده الروح وعنده العزيمه وعنده الاصرار في حب الزمالك، وبنشوفه دايما وبيثبت لنا ده دايما، عشان كده حب جماهير الزمالك لشيكابالا ما جاش من فراغ، ما جاش من يعني في اسباب كتير جدا، في تاريخ طويل بين شيكابالا وبين الجماهير ديت، يعني لما نتكلم امبارح عن اسطوره، يعني شوفوا شيكابالا اسطوره يا جماعه، شوفوا لاعب نادي الاهلي اليو ديانج وهو مستني خروج يعني خروج شيكابالا مخصوص عشان يبدل معاه التيشيرت، هي دي قيمه اساطير الكره المصريه اللي بكل تاكيد شيكابالا واحد منهم، يعني زي ما احنا شايفين اليو ديانج واقف مستني شيكابالا في غرفه الملابس عشان ياخد التيشيرت بتاعه، الحقيقه حاجه كبيره جدا بتبين قد ايه ان شيكابالا محبوب عند الناس كلها، بجد شيكابالا من الناس اللي مش هتتكرر تاني في الكره المصريه، اديكي شايفه يعني لما يبقى اليو ديانج يجي مخصوص عشان ياخد تيشيرت بتاع شيكابالا يا نيرفانا، بصي هي حاجه ليها معاني كتير قوي، يعني اللقطه دي بتفكرني دايما، حتى موسيماني دايما كان بيحرص الموسم اللي فات ان هو يحيي شيكابالا ويقول ان هو هيز ليجند، يعني حتى شيكابالا ما حدش بيختلف عليه لا عندنا ولا عند فرق تانية، شيكابالا يا جماعه من الاقليه يمكن اللي ما حدش يقدر يختلف على ادائه ولا روحه ولا تاثيره سواء القيادي او في الملعب الفني حتى، فهو اسطوره فعلا، يعني هو شيكابالا هو اللي عمل كلمه اسطوره. شفنا كمان لقطه شيكابالا يا جماعه امبارح مع بن شرقي وهو خارج طبعا بيأدي دور القائد زي ما بتكلم بحق، وهو بيوجه ان هو يهديه وهو خارج وما يصيرش اي مشاكل، يعني طبعا بن شرقي اتضايق ان هو كان طالع امبارح، طبيعي يعني اي لاعب مسجل هدف وعامل ماتش حلو وكده يعني هيكون متضايق، دي نرفزه ملعب واحنا شايفينها وبنشوفها وهنشوفها كتير، لكن هنا بقى بيجي دور القائد ان هو يوجه زميله للصح، وقد كان الموقف مر بهدوء تام جدا
بسبب تدخل شيكا، وشيكا هدى بن شرقي. الحقيقه يعني لقطه برضو تذكر من الماتش امبارح، في لقطات حلوه قوي، شفنا صور حلوه قوي قوي. اللقطه دي كمان يا جماعه بعد الهدف، بعد الجون الاول لما بن شرقي راح برضو لشيكا. فاحنا امبارح طلعنا بمكاسب اكتر بكتير من نتيجه، يعني احنا بنتكلم في حاجات اسمى وارقى واعظم بكتير من انا اطلع اقول ان احنا تعادلنا. لا، في حاجات تدينا بصيص من الاول زي ما بتكلم، وبريق كده للمستقبل اللي جاي، ان لا احنا لسه فينا الامل. ومش بتكلم احنا كزمالك، لا كده كده الزمالك طول عمره هيبقى فيه امل، لكن انا بتكلم عن الكوره في مصر. يمكن دي تفتح حاجه كويسه. امبارح يا جماعه كمان عبد الله جمعه لازم اذكر ان هو عمل ماتش رائع جدا جدا، لازم احييه، يعني من ضمن برضو العناصر اللي كانت مؤثره جدا جدا امبارح. نتمنى ان الفتره اللي جايه اطلع اقول ان الفريق كله مؤثر. اتمنى مباراه امبارح كمان تكون رساله للعيبه، يعني اللعيبه كتير يعني بتفكر لسه ان هي ما تكملش مع الزمالك. يا جماعه امبارح شباب الزمالك زي ما انجي قالت، يعني سنه اولى قمه، اثبتوا ان الزمالك بشخصيته، شخصيته الموجوده في الفانيلا البيضاء، ايا كان مين اللابس التيشيرت الابيض، لا احنا موجودين بمنحضر. الحقيقه يعني الفانو انا مبسوطه جدا بشباب امبارح، لانه ناس كتير جدا من جماهير الزمالك ما كانش عندها ثقه ان احنا هنقدر نفوز بالمباراه ديت لظروف المباراه، لصعوبه ظروف المباراه. يعني بنغيب عننا لعيبه مهمين، يمكن حوالي 7 لاعبين دوليين مهمين بيغيبوا عن فريق الزمالك. نتكلم عن عدد كبير من اللاعبين الشباب اللي زي ما ذكرنا ان هم اول مره يلعبوا مباراه قمه كان متواجد، فكان الحقيقه كان في شوية من عدم التفاؤل في مباراة امبارح، لكن اللعيبة ديت قدرت انها تثبت نفسها، قدرت تفرح جماهير الزمالك امبارح، وقدروا ان هم يثبتوا نفسهم في مباراة مهمة جدا زي دي. فبنشكر اللاعبين الشباب اللي كانوا متواجدين امبارح، اكيد هيكون ليهم مستقبل رائع مع الزمالك في الفترة اللي جاية. الحقيقة كمان حابة اشكر جدا جمهور الزمالك الراقي. جمهور الزمالك يعني دايما بيضرب مثال في الاحترام وفي الصوره الراقيه اللي بيمثل بيها نادي وبلده طبعا. يعني امبارح في المدرجات الجمهور كان يعني كان في روح رياضيه كبيره جدا عند الجماهير، شكرا لجماهير نادي الزمالك، شكرا لجماهير كمان نادي الاهلي على الخروج المباراه بالشكل الحضاري ده. جمهور الفريقين ولاعيبه الفريقين امبارح قدموا تابلو الحقيقه رائع، يعني كله روح رياضيه طبعا تليق بالديربي الاكبر في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. بتمنى كمان ان الفتره الجايه دي في كل المباريات اللي بيكون فيها حضور جماهيري، الجماهير تقدر تثبت اكتر ان صحيح. احنا نقدر ان احنا نرجع تاني كامل العدد، المدرجات تكون كامله العدد، ونرجع تاني نشوف الجماهير بتنور الاستاد. عايز اقول لك كمان الروح الرياضيه يا جماعه تكمن في فكره ان امبارح هو كل جماهير بتشجع فريقها، يعني ان النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتشجع فريق النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك بتشجع الزمالك، مفيش تخبط ومفيش الفاظ خارجه، مفيش بقى ان انا ابقى مركزه مع الفريق الثاني واقعد بقى اقول او اهينه او او او، كل ده ما كانش الحقيقه موجود امبارح. نتمنى ان هو يفضل موجود الفتره اللي جايه. كمان انا مش هنسى طبعا ان انا اقول شكرا، كلنا بنقول شكرا طبعا لمجلس اداره نادي الزمالك على الجلسه المهمه اللي اتعملت قبل الماتش ب 24 ساعه من المستشار مرتضى منصور، واللي كان ليها مفعول سحري الحقيقه. شكرا طبعا للاعيبه الفريق، شكرا للجهاز الفني، عندنا شغل كتير جدا جدا في اللي جاي، عشان كده يعني بقول ان احنا نتمنى الفتره اللي جايه تكون واضحه بالنسبه للجهاز الفني. طبعا بالعزيمه والاصرار احنا هنشوف وهنعدي كل العواقب، وهان شاء الله هيكون لقب الدوري ده مش هيخرج من 100 عقبه يا زمالك، وهنفضل محافظين عليه، وان شاء الله ان شاء الله نبارك لكم المره دي بال 14 ان شاء الله. وتعالي بقى دلوقتي ناخد مشاهدينا ونروح بقى نصعد معاهم كل الاخبار الجديده على الساحه الرياضيه، ونروح لفقره اقرا الخبر. فاقرا الخبر البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الأموال اللي هتنعش خزينة النادي في الفترة المقبلة، واللي هتجعل طبعا الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب يرغب في ضمه. أكد سيادة المستشار مرتضى منصور أنه الزمالك بينتظر تحصيل 80 مليون جنيه من نادي جالاتا سراي التركي مقابل ضم مصطفى محمد، و50 مليون جنيه غرامة اللاعب اللي أخل بشروط تعاقده مع النادي. طبعا
بنتكلم عن محمود كهربا، 55 مليون من البنك الأهلي بالإضافة لحوالي 70 مليون من الرعاية و60 مليون جنيه من العضويات. إن شاء الله تكون المبالغ ديت كافية لضم أي طبعا لاعبين بيرغب في ضمهم نادي الزمالك، ونكون الفترة الجاية ديت نادي الزمالك قادر على إسعاد وتلبية رغبات جماهيره. أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه كان بيتمنى تحقيق الفوز على النادي الأهلي بعد طبعا ما قدم الفريق مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة من غيابات بسبب الإصابة، حتى اللي لعبوا كان برضو فيهم ناس بتعاني من الإصابة زي الونش وعبد الغني. طبعا بالنسبة للاعب الشاب سيد عبدالله نيمار، فهو لعب لأول مرة مباراة قمة في غير مركزه، والحقيقة أنه قدم أداء جيد في المباراة. كمان أضاف أمير مرتضى في تصريحاته بعد اللقاء وقال أنه أي لاعب هيرتدي قميص الزمالك عليه أن يقدم أقصى ما عنده، طبعا وناشئو الزمالك يستحقون التحية لأنهم تحملوا المسؤولية. وقال كمان ان هو قال الناشئين ان هم عليهم ان هم يثبتوا جدارتهم بالتواجد مع الفريق الاول، وان هو ده اللي حصل بالفعل، خاصه يوسف اسامه وسيف جعفر اللي نفذوا تعليمات الجهاز الفني بالشكل الامثل وعندهم شخصيه الزمالك. كمان اوضح امير مرتضى ان الزمالك كان بيستحق الحصول على ركله جزاء في الشوط الاول للمباراه امام الاهلي. كمان اشار المشرف على الكره بالزمالك الى انه تحدث مع اللاعبين قبل المباراه بانه اللقاء عباره عن 11 لاعب امام 11 لاعب، وان هم عليهم عدم الاستسلام امام اي ظروف طبعا في المباراه. الحمد لله اللاعبين امبارح كانوا قد المسؤوليه وقدروا ان هم فعلا يثبتوا ان هم عندهم شخصيه الزمالك. مناسبة الغيابات ومناسبة كمان امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره، وبخصوص طارق حامد لاعب وسط الزمالك، اوضح امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره انه تواصل معاه للاستفسار عن استمرار غيابه، لان هو مش من الطبيعي ان اللاعب يغيب لاكثر من 50 يوم، عشان كده هيكون في تحقيق مع اللعيب وهيعرض على الشؤون القانونيه ومجلس الاداره، ولو كان للنادي حق زي ما اتكلمنا هياخده، اما اذا ظهرت حسن نيه اللاعب فمشكلته هتكون فنيه مع مستر فيريرا وبس. كمان اكد امير مرتضى ان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك منح اللعيبه مستحقاتهم الماليه عشان يتفرغوا للملعب بس، مشيرا الى محامي اللاعب محمود كهربا عرض على الزمالك ان هو يقسط المبلغ بتاع الغرامه ولكننا رفضنا. أما عن مدربنا البرتغالي المخضرم مستر فيريرا، فأكد أن الزمالك كان الأفضل في لقاء امبارح قدام الأهلي، موضحا أن النتيجة المستحقة في اللقاء هي الفوز للزمالك وليس التعادل. كمان أضاف البروفيسور أن فريقه واجه بعض المشاكل في ظل الغيابات العديدة، لكنه استطاع تعويض الغيابات دي وقام بالتغيير في مراكز بعض اللعيبة. كمان فيريرا تابع بأن محمد عبد الغني كان مصاب قبل المباراة، كمان الونش وزيزو شاركوا مع المنتخب في 3 مباريات، مضيفا أن لعيبة الزمالك ما كانش عندهم إيمان بقدرتهم على الفوز، والفريق لم يكن له رد فعل في أول 20 دقيقة، لكن بعد كده دخل الزمالك في أجواء اللقاء، موضحا أن الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني بعد ما وثق اللعيبة في قدرتهم على تحقيق الفوز. كمان شدد المدرب البرتغالي القدير على أن هو مش راضي عن النتيجة رغم ظروف اللقاء، لأن الزمالك كان بيستحق الفوز وأهدر فرصتين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكنه هو برضو بيهني اللعيبة على الأداء القوي. وأضاف فيريرا أنه اتكلم مع اللعيبة عشان يحفزهم ما بين شوطين المباراة وتأكيد قدرتهم على تحقيق الفوز. واختتم فيريرا تصريحاته وقال انه اللي قدمه الزمالك بيدعو للفخر. وفي نهاية نهارك زملكاوي، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البروفيسور جوسوالدو فيريرا أنه مفيش وقت للراحة، واستقر على مواصلة التدريبات الجماعية النهاردة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي اللي هتقام يوم الأربعاء اللي جاي في بطولة الدوري الممتاز. كمان من المقرر أن تنطلق التدريبات الجماعية للفريق النهاردة الساعة 5 مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك.
طيب تعالوا دلوقتي ناخد مداخلة مهمة جدا من كابتن محمد صلاح، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق. كابتن محمد نهارك أبيض. طيب حصل مشكلة في المداخلة، هيرجع لنا تاني وأكيد هنتكلم مع كابتن محمد صلاح في اللقاء امبارح. هنتكلم معاه في وجهة نظره في التعادل امبارح، فكرة انه هل الزمالك كان أحق بالفوز امبارح أكتر من النادي الأهلي، في وجهات نظر كتير. وأكيد هنتكلم معاه كمان عن النجوم الشباب اللي شفناهم امبارح وتألقوا بشكل. نبتدي نهارنا العالمي النهارده من عند الميركاتو الاوروبي المشتعل، المره دي من عند برشلونه وصفقته المنتظر البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد. ليدز ابدى موافقته المبدئيه على عرض برشلونه اللي تجاوز 40 مليون يورو، وده لضم اللاعب، واللعيب اصبح قريب جدا جدا لبرشلونه في الوقت الحالي، وخلاص يمكن كلها ايام والصفقه دي تتم بكل بنودها ويتم الاعلان الرسمي عنها. رافينيا بيلعب في مركز الجناح وعنده 25 سنه، قدم موسم رائع جدا مع ليدز في الدوري الانجليزي، سجل 17 هدف وصنع 17 في 67 مباراه مع ليدز. طيب لسه مكملين كلامنا عند برشلونه واللي بيحاول بكل جهد تجديد عقد لاعبه الشاب جافي. صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه قالت انه حتى الان اداره برشلونه ما وصلتش لاي اتفاق مع اللاعب. شوف نجوم في يعني يمكن فرق جديده احنا ما كناش شايفينها فيها يعني هتجدد المتعه الكرويه اللي احنا بنتفرج على الماتشات. نروح بقى لصفقه المدافع السنغالي المخضرم كاليديو كوليبالي مدافع نابولي اللي كان فيه كلام كتير عن مفاوضات لانتقاله برضو لبرشلونه او يوفنتوس او باريس سان جيرمان لان عقده بينتهي 2023. اداره نابولي بتفكر في الاستفاده منه ماديا. لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي دخل في تحدي كده شرس مع كل الانديه اللي بتحاول تتعاقد مع اللعيب السنغالي، وبلغ سباليتي اداره نابولي بان هو هيقدم استقالته من تدريب الفريق لو سمحوا برحيل كوليبالي لاي فريق، خاصه بعد رحيل نجم الفريق وقائده لورينزو انسيني لنادي تورونتو في الدوري الامريكي، كمان مع احتماليه رحيل بعض نجوم من الفريق زي دريس ميرتنز وديفيد اوسبينا. دي كانت اخبارنا العالميه. دلوقتي نروح للقطه اليوم اللي بعنوان اللعيب رقم واحد. يعني كل شكر لجماهير نادي الزمالك اللي دايما بتآمن بفريقها واللي دايما بتقف في ظهره وبتدعمه في كل الأوقات وفي كل الظروف صعبة. شكرا مرة تانية للجماهير الوفية. تعالوا دلوقتي ناخدكم ونروح لفقرة نبض 100 عقبة. اهلا بيكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا دلوقتي نروح للايف من داخل نادي الزمالك، ناخد من هناك زميلنا ومراسلنا مراد ابو جلال عشان نعرف منه اخر الاخبار داخل النادي. يا مراد نهارك ابيض. نهارك ابيض يا مراد. صباح الفل عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا انجي، وصباح الفل على جميع مشاهدي ومتابعي قناه الزمالك. يمكن من هنا من نادي الزمالك وجوله رياضيه جديده من جولاتنا الصباحيه واللي بنسعى دائما فيها ان احنا نعمل سبوت على جميع الالعاب الرياضيه داخل نادي الزمالك. يمكن دلوقتي معانا لاعب البلياردو الفرنساوي اللي هيكون ضيفنا فيها الكابتن محمد ايمن مدير فني بلياردو نادي الزمالك طبعا. ولكن قبل ما اروح للكابتن محمد حابب اهني وابارك للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على مستوى كبير اللي قدمه في مباراه امس رغم طبعا الغيابات الكثيره اللي كان بيعاني منها لاعبي نادي الزمالك وايضا ايقاف القيد، ولكن ظهر لاعبي نادي الزمالك وخاصه طبعا الشباب الموجود
موجود في مباراة يوسف وسامي نبيه وسيف جعفر وطبعا سيد عبد الله نيمار، بجانب طبعا اهل الخبره زي محمد عواد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي، وطبعا ايقونه نادي الزمالك طبعا الذهب النفيس الذي لا يصدأ محمود عبد الرازق شيكابالا اللي قدموا مباراه قويه امام النادي الاهلي وكان قاب قوسين او ادنى من تحقيق الفوز امبارح. لكن ان شاء الله باذن الله كل الامنيات الطيبه للفريق الاول الفتره الجايه ان شاء الله ان هو يقدر يقدم عروض قويه ويحافظ على قمه الدوري. يمكن دلوقتي بقى من كره القدم هروح على البلياردو الفرنساوي للكابتن محمد ايمن عشان نتكلم على اخر التطورات داخل نادي الزمالك. كابتن محمد مرحب بيك على شاشه قناه الزمالك، تحيات انجي ونيرفانا داخل الاستوديو. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الزملكاويه، كل سنه وانت طيب. حضرتك كابتن طمنا بقى على البلياردو الفرنساوي ماشي ازاي داخل نادي الزمالك، وقول لنا بقى الدنيا اخر التطورات ايه؟ ان شاء الله باذن الله يعني البلياردو الفرنساوي يعني الحمد لله احنا محققين فيه انجازات كويسه قوي، واحنا لسه مخلصين بطوله الجمهوريه كانت في اسكندريه لسه جايين منها امبارح. الحمد لله برضو اتنين لعيبه من لعيبه الزمالك وصلوا لدور ال 16، وان شاء الله باذن الله عندنا بطوله منطقه القاهره السبت الجاي ان شاء الله، تقعد حوالي اسبوع كده هتتلعب في نادي البلياردو في وسط البلد، طبعا من اقدم نوادي البلياردو في مصر يعني انشاء يعني مصطفى دياب يعني ده اللي هو ادخل البلياردو كله في مصر. وان شاء الله بعديها في بطوله الجمهوريه الاخيره، دي الاخيره دي اللي بتحدد بقى اللي هم 16 واحد اللي هم هيشتركوا في بطوله العالم اللي بتقام في شرم الشيخ في شهر 12 ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهل يكون لنا يعني على الاقل ان شاء الله كده اتنين لعيبه فيها باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن برضه عايزين نعرف الجمهور الفرق بين البلياردو العادي والفرنساوي. تمام، احنا دلوقتي لعبه البلياردو اساسا ثلاث العاب، طبعا اللي احنا شايفينها قدامنا ديت اللي هي معظم الناس والشباب عارفينها اللي هي دي اسمها بول امريكاني، دي المتداوله حاليا في وفي طبعا زيها اللي هي الترابيزه الاكبر برضو عدد كور اللي هي السنوكر برضو الناس كتير عارفاها. الفرنساوي عندنا اللي هي الترابيزه المقفوله ما فيهاش بوكيتات وثلاث بليات بس، ولازم عشان تجيب بونت او تحسب بونت بتاخد بليتك تضرب البليتين التانيين مع انها تاخد ثلاث اضلاع، يعني اللعبه معقده شويه وحسابات، بس هي طبعا يعني منتشره دلوقتي في العالم كوريا واليابان ويعني انتشر، والصين طبعا هتخش علينا، وطبعا اوروبا طبعا يعني متقدمه جدا فيها. ويعني احنا برضو عشان كمان رئيس الاتحاد الدولي عندنا مصري يعني هو يعني بيعمل لنا بطوله العالم دي في من حوالي 20 سنه في شرم الشيخ او الغردقه، فبتبقى العمليه ظريفه وبيبقى تجمع ظريف. يعني كلمنا بقى كابتن على تطورات الصالات في نادي الزمالك، اكيد انا شايف حاجه جميله جدا صالات جديده بتعمل في نادي الزمالك او تطورات وتجديدات للصالات. بالظبط والله، دعم سياده المستشار مرتضى والمستشار احمد مرتضى صراحه يعني ما بيتعونوش في دعم الالعاب اللي هي تعتبر العاب يعني شهيده شويه او فرديه، واحنا كل قوام الفرقه ست لعيبه، والاداري طبعا اللي هو كابتن ايهاب محمد طبعا يعني صراحه يعني عامل زي خليه النحل، هو صحيح انا ستهم بس هو عامل زي خليه النحل طبعا. الشغل الاداري ده طبعا انت فاهم في اي لعبه بيبقى هو عليه العبء كله. فان شاء الله باذن الله التجديدات شغاله في الصاله بتاعتنا، احنا عندنا بعد بطوله الجمهوريه الاخيره عندنا بطوله الدوري والكاس بتبقى مجمعه احتمال تبقى ان شاء الله في اسكندريه يعني، فباذن الله ان شاء الله الصاله تكون خلصت. طبعا يعني احنا دعم المستشار ودعم سياده المستشار احمد ان شاء الله ده تجهز قبل بطوله الدوري والكاس بحيث ان احنا نتمرن باذن الله ونحقق او نحافظ كمان على بطوله الكاس اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت. يا رب جدا ربنا يخليك يا فندم، وانا اتشرفت بيكم صباح الخير عليك وعلى كل الزملكاويه. الله يخليك الله يخليك، شكرا جزيلا. زميلتي الاعزائي انجي، زميلتي الاعزائي نيرفانا داخل النقاله مع كابتن محمد ايمن طبعا مدير فني بلياردو فرنساوي نادي الزمالك. عايز اقول لكم قبل ما ارجع لكم ان الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك هيواصل تدريباته اليوم الساعه 5 مساء استعدادا لمباراه البنك الاهلي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، الاربعاء القادم ان شاء الله في اطار مباراه الجوله 22 من مسابقه الدوري الممتاز. كل الامنيات الطيبه للفريق ولنادي الزمالك دايما بدوام التفوق، والان من نادي الزمالك الى استوديو نهارك ابيض، نهاركم ابيض بختام حمر. شكرا يا مراد. شكرا زميلنا العزيز مراد ابو جلال. أول امبارح وصل مصر ضيف عزيز علينا كلنا وعلى قلوبنا، حفيد الراجل اللي أسس لينا منبع الشغف والسعادة في حياتنا نادي الزمالك.
كان في زياره لمصر حفيد جورج ميزرباخ مؤسس القلعه البيضاء اللي جه مخصوص لحضور مباراه القمه من الاستاد ومؤازره الزمالك ولاعبته وجهازه الفني في المباراه المهمه جدا دي. طبعا كاميرا نهارك ابيض ما تقدرش تفوت فرصه زي ديت، وكان في لقاء مميز جدا جدا مع حفيد طبعا مؤسس النادي نادي الزمالك جورج ميزرباخ. تعالوا نشوف اللقاء دوت اللي اتعمل في نادي الزمالك ونرجع لكم مره ثانيه. من نادي الزمالك مقره في 100 عقبه، يعني الحقيقه بعد المباراه يعني كلنا كانت طموحنا ان احنا نفوز بالثلاث نقاط، والنتيجه كمان كانت يعني نتيجه باينه جدا لخامه لعيبه نادي الزمالك وخامه ناشئين نادي الزمالك، بس قدر الله ما شاء فعل قدرنا يعني نسيطر على المباراه، ولكن الحظ ما كانش معانا. بالمناسبه دي يعني معايا حفيد مؤسس نادي الزمالك مستر ميخس باك. Mr. George, first of all, it's a pleasure having you here in Egypt, and it's a pleasure having you in Zamalek Channel and here in the Zamalek Club. I want to ask you about, firstly, I want to ask you about your feelings to be here in Zamalek Club one more time. Yes, I am very happy to be there, and also to be there after my great uncle, 100 years ago. So it is a long way, and I am very happy to be there with all people. يمكن سالته شعورك ايه انك رجعت مره ثانيه نادي الزمالك، بتزور نادي الزمالك؟ قال ان هو مبسوط جدا 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 بعد عوده بعد سنين رجع ثاني زار نادي الزمالك، وموجود مبسوط بوجود عدد كبير قوي من المشجعين داخل المباراه. مستر جورج جه من بلجيكا مخصوص النهارده، كان عايز يحضر مباراه الزمالك في النادي، ويمكن استقبله مجلس اداره نادي الزمالك. اوكي، وانا اسك يو اباوت يور فيلينجز افتر ذا ماتش، يو واتش ذا ماتش، اي سو يو، يو وير نيرفس، بس افتر ذات اي سي ذات يو ار هابي، اند افتر ذات يعني كايند اوف ابسيت، بس اي وانا نو يور فيلينجز ناو. I am happy because I see a team, really team, and with perseverance, with willing, and so with a little chance we can win. And so I know that this time we will be champion. And I am waiting to see the next match at Zamalek. It will be there on the 28th. I will be in the stadium. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you very much. يمكن سألته عن رأيك إيه في المباراة ورأيك إيه وإحساسك بعد المباراة، قال هو كان مبسوط جدا بشغف اللاعبين وعلى إصرارهم في الملعب، شاف إن هم بيقدموا أداء قوي جدا جدا، هو على ثقة كبيرة جدا إن لعيبة نادي الزمالك السنة دي هتبقى الشامبيونز للمرة الثانية، ويمكن كمان هيكون بيقول هو هيبقى موجود في مباراة الزمالك القادمة إن شاء الله، هو موجود في مصر عشان يحضر كمان مباراة الزمالك القادمة. شكرا طبعا لحفيد جورج ميزرباخ، كمان شكرا لزميلنا العزيز مينا ماهر على التقرير العظيم ده. دلوقتي هنروح على مدرجكم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. بالتاكيد راي الشارع الابيض وجماهير نادي الزمالك دايما يهمنا، وبما ان مباراه امبارح كانت مثيره جدا شدت اعصابنا لاخر لحظه، اكيد الجمهور كان طبعا حابس انفاسه للثواني الاخيره. يعني كاميرا قناه الزمالك قدرت ان هي ترصد ردود افعال جماهير الفارس الابيض اثناء وبعد اللقاء، ورايهم كمان في اداء اللاعبين وفي الروح القتاليه المميزه اللي ظهر عليها اللاعبين. تعالوا نشوف كده اراء جمهورنا ونرجع لكم مره ثانيه. شفت المباراة ازاي؟ المباراة ما كانتش سهلة، بس لعيبة نادي الزمالك كانوا قدها. والله طبعا احنا كنا قاعدين في الجنينة كنا بنموت. انا يعني نفسي انا ما استدلتش نفسي، اقسم بالله ورحمة ابني، انا الجون الاولاني بتاعنا احنا قلت هيجي جون دلوقتي، وقلت حياه لا اله الا الله. انا حاسس نزل شيكابالا قلت هجيب جون، اقسم بالله كمان مرة اقسم بالله، وبكيت قلت هجيب جون. الجون الثاني لينا 2-1، اكتر من 80% ماسكين الماتش يا كابتن، مشكرين
لسعاده هشام مرتضى منصور، مشكرين برضو للايه للفرقه العظيمه دي. طبعا هم رجاله كالعاده يعني بكل ماتش، هم رجاله وهم نفس اللعيبه دي اللي خدوا الدوري السنه اللي فاتت. وتحيتنا طبعا للكباتن اللي في الاستوديو. ماتش كمان 5 دقايق كان الزمالك طلع بالماتش، لان كان الشوط الثاني كله للزمالك، يعني الشوط الثاني كله الزمالك مسيطر، وده يعني بفضل التغييرات اللي عملها فريرة، يعني نازل ناشئين وكانوا عندي المسؤوليه، وهم دول مستقبل نادي الزمالك ان شاء الله مع الاستاذ اللي هو المصري شيكابالا. نوجه رساله طبعا بنقول لهم تشكروا وتحيه تقدير وشابوه للاعبين طبعا النهارده بالذات في الشوط الثاني، وانت بتلعب بناشئين طبعا ونزلوا واثبتوا وجودهم وتقدموا 2-1، ولكن اخطاء دفاعيه ساذجه كانت سبب في الهدفين، ولكن فرحه للزملكاويه، شوط اول للنسيان وشوط ثاني للاحتفال، وشابوه لشيكابالا اللي قيمه يا جماعه اللعيب الكبير اللي زي شيكابالا لو بيلعب بربع حمولته الفنيه بيقدم لنا اعلى حاجه. فطبعا الف مبروك لنادي الزمالك، تعادل مقبول في ظل الظروف الاصابات والغيابات واللعب بالناشئين، والف شكر لك. عايز اسالك رايك ايه في المباراه بشكل عام؟ والله الحمد لله على النتيجه، وبشكر لعيبه نادي الزمالك، وبقول الحمد لله احنا تعادل بطعم الفوز. سنه ونص عدم قيد، لعيبه ناشئين بتطلع بتعمل اللي عليها. الفرقه الثانيه في فرقتين، فرقه قاعده على الدكه وفرقه بتلعب، فاحنا الحمد لله بجد يعني احنا بنشكر اللعيبه دي وبنشكر الجهاز الفني والحمد لله على كل شيء. دلوقتي بمناسبه اراء جمهورنا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن تقييمك للاداء والروح القتاليه للعيبه الزمالك في لقاء القمه. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبتدي بمين يا انجي؟ البدايه انا عند احمد محمد بيصبح علينا وبيقول ان هو شايف ان اللعيبه كانت رجاله وعملت اداء ممتاز وكانوا على قدر المسؤوليه، وكنا قريبين جدا من تحقيق الفوز، وان شاء الله القادم افضل، وكل الدعم لفريقنا وبالتوفيق للزمالك، زملكاوي وافتخر. شكرا يا احمد. يحيى بيقول شوط أول 5/10، شوط تاني 10/10، وجود شيكابالا وبعض من الناشئين كنا نستحق الفوز بس نصيب الحمد لله، وإن شاء الله اللي جاي أحسن، إن شاء الله زملكاوي أفتخر. ندى السيد بتقول صباح الخير عليك يا إنجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا، لعبنا شوط أول جيد لولا الخطأ الدفاع، بس قدرنا نستعيد الروح في الشوط الثاني، وأحلى شيء في المباراة هدف شيكا العالمي نزل غير المباراة بالكامل بغض النظر عن التعادل، لكن لعبتنا الناشئين قدروا يثبتوا نفسهم وكانوا قدر المسؤولية، هم مستقبل نادي الزمالك بإذن الله، وإن شاء الله الدوري زملكاوي. كلام محترم جدا يا ندى. سالم بيقول صباح الفل عليك يا انجي، صباح الفل عليك يا نيرفانا، لعيبه كان عندها روح وعزيمه ان هي تكسب اللقاء، ولكن الحمد لله على التعادل، وابرز مكاسب الزمالك اللعيبه الناشئين كانوا ممتازين. نشكر كل جماهيرنا على مشاركتنا طبعا لارائهم. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا وترجع لكم بعدين نيرفانا بفقره سهم وقوس اللي هيكون منورنا فيها النهارده كابتن محمد مصطفى ممس نجم نادي الزمالك السابق. سهم وقوس بعد الفاصل، استنونا. اهلا بكم من جديد في فقره سهم قوس. بروح وعزيمه الابطال خرج الزمالك باقل الخسائر من موقعه القمه 124 في ظروف عصيبه، قدر يصمد قدام المنافس مكتمل الصفوف ويقدم درس جديد يضاف لمقوله ان الزمالك عمره ما بيقف على حد ولما بيعوز بيحقق. عشان نتكلم اكتر عن التفاصيل دي بيسعدني دلوقتي يكون معايا في استوديو نهارك ابيض كابتننا الكبير والمدرب القدير كابتن محمد مصطفى ممس نجم نادي الزمالك السابق. اهلا بحضرتك، تشرفني. اهلا بيكي، وانا اللي بتشرف لما اكون معاكي. اهلا بحضرتك. في البدايه احب اسال حضرتك، شايف ان تعادل امبارح كان يستحق يكون فوز لنادي الزمالك؟ طبعا كان فرصه كبيره جدا لينا امبارح ان احنا نكسب، وكنا ممكن نكسب باكثر من 3 اهداف او 4 اهداف، لو كان في اصرار اكتر من كده وفي توفيق كنا ممكن نطلع كسبانين. صحيح، احنا الحمد لله يعني هو الاهلي ما لعبش في 90 دقيقه غير اول 20 دقيقه فقط، وده كان ليه ممكن تبقى ليه اسباب، يعني زي ما قلت لك قبل كده
في قبل الحلقه يعني ان ما دخلوش الجيم الا بعد 20 دقيقه. فده ممكن بترجع لاسباب بقى كتير، عدم مثلا احماء كويس، كان في توتر زياده عن اللزوم، كان في احترامهم زياده عن اللزوم، كان احنا دخلنا الجيم متاخر. بعد 20 دقيقه او 23 دقيقه بالظبط احنا ابتدينا نخش في الجيم وابتدينا نلاقي بعض وابتدينا نوصل للمرمى وابتدينا نهددهم وابتدت الخطوط تبقى قريبه من بعض. فالشكل اختلف تماما بعد 25 دقيقه. الشوط الثاني كان لصالح الزمالك 100%. صحيح. كنا طبعا نقطه التحول شيكابالا نزل غير الجيم، ادى ثقه للعيبه، عمل جون وجاب جون وادى روح غير يعني روح عاليه جدا، وبقى اللعيبه عندهم ثقه في نفسهم ان هم هيكسبوا، واحنا المفروض كنا نكسب امبارح. صحيح. الشوط الثاني فعلا كان فارق معانا جدا في الشكل، بغض النظر انه يمكن ما فرقش معانا زي ما المفروض كان يفرق في النتيجه، لكن في الشكل فعلا نزول شيكابالا غير كل حاجه. طبعا. فوقنا كمان. عايز اسال حضرتك على حاجه، ليه دايما الزمالك فعلا زي ما حضرتك ذكرت قلت نقطه مهمه جدا، ليه رد فعل سواء ايا كان الماتش دايما بنستنى نشوف اللي قدامنا بيعمل ايه بعد كده احنا بنبتدي ناخد خطوه، حتى دايما نلاقي انه الاول لو هم جابوا جون ايا كان مين الفريق احنا بنبتدي نرد، ليه احنا قليل قوي لما بنشوف الزمالك هو اللي بيبتدي؟ دي بترجع لفكر الناس اللي شغاله وفكر الجهاز، الاعداد النفسي بيبقى مهم جدا، انت بتبقى لازم تبقى قاري الخصم. فهي دي مشكلتنا، احنا بنحاول نعلم الاجيال الصغيره ان احنا بالذات في الماتشات الكبيره دي، احنا نادي الزمالك احنا عايزين نبقى احنا الفعل، زي ما قلت لك احنا لازم نعودهم ونربيهم على كده. لكن دي بيبقى ليها برضو ايه حاجه يعني اسباب فنية. في تقدير زياده عن اللزوم. في ما تحترميش حد زياده عن اللزوم، احنا نحترمهم لكن مش زياده، اذا كانوا هم نادي كبير احنا نادي كبير جدا. لو انا بختلف مع بعض الاراء اللي بتقول لك ان الزمالك، حسيت ان بعض الزملكاويه مبسوطين بالتعادل، لا احنا كنا ممكن نكسب كتير امبارح، ولازم يبقى عندنا الرغبه طول. هم اولا بدنيا وقعوا، ثانيا هم فقدوا كتير من خطورتهم في التلت ساعه الاخيره. افتكر ان ده حصل يمكن فكرة؟ اللي كان وقت مع غلط كان في ماتش فاركو، كان ماتش مين في اسكندريه بس مش فاكره، كان ماتش مين فجاه نزلنا الناشئين في وقت صعب جدا. قلت لك انا قبل كنت معاك يعني في مره قلت لك المدرب يعني الذكي اللي يحط يعرف امتى يحط اللعيب امتى وفين. يعني هو امبارح مجهز نيمار، ان انا بتابع سيد وسيف وطارق متابعهم، هو الراجل عم شغل نفسي عالي جدا، مديهم ثقه كبيره ان انتوا لعيبه كوره كويسه. فاللعيب لما بينزل امبارح سيد عامل شغل كبير، يعني ما حدش يحس بيه غير الناس اللي عارفاه كويس. عنده ثبات انفعالي، راجل عامل جبهه جامده، وهو طلع عشان كان اصابه، هو مش طلع عشان حاجه، عنده السمانه شدت منه. حتى انا سالته انت طلعت ليه؟ قال لي انا السمانه. لكن حتى تحس ان يعني الشغل اللي ناحيه بعد سيد ما طلع شغل قل شويه. هو عامل جبهه مع زيزو، ولما نزل لشيكابالا عمل جبهه كويس، ثقه عاليه جدا ربنا يحميه. بس انا بقول لهم كلهم دي بدايه، ما حدش يقول انا لعبت بقى ماتش كويس وينام عليه. لا يا يوسف شد حيلك يا يوسف اسامه، انت لعيب كوره كويس جدا، عنده حاجات كتير كويسه، لازم عنده احسن من كده. فلازم كل واحد يطلع اقصى حاجه من عنده، وانا بقول لهم دي البدايه، احنا عايزين لسه قدام 10 سنين قدام. مهمه جدا جدا يا كابتن محمد، انا حضرتك ذكرتها ان فكره انه ناشئ النهارده نبقى بنطلع بنتكلم ان احنا اكتر من ربع الفريق امبارح كان من الناشئين، كان اكتر من نص كمان، احنا عندنا غيابات كتيره جدا من القوام الاساسي. دلوقتي انتوا بتلعبوا في ماتش ديربي اللي هو سنه اولى قمه بالنسبه لكم، ماتش ديربي، ويبقى عندكم الجرأه والقوه ان انتوا تبقوا سبب ان احنا النهارده طالعين فرحانين بفريقنا، دي حاجه تتحط زي ما بنقول كده في السي في بتاعهم، حاجه عظيمه جدا. بس فعلا نقطه ان احنا خلاص بقى ما نتغرش، ما نقفش عند حته اللي هو انا لعبت كويس في ماتش قمه، دي نقطه مهمه جدا. دي اللي انا بقولها لهم كلهم لسيف وسيد، انتوا دي في بدايه، ما تفرحش ان انت عملت جون يا سيف. صحيح. وجبت جون وكان اداؤه عالي حلو جدا، دي بدايه. انت احنا عايزين الاستمراريه عشان تبقى نجم، انت لسه ما بقتش نجم. صحيح. كل دول لسه في طريق النجوميه، لسه ما بقوش نجوم. فانا مش عايز حد يدي الامور اكبر من حجمها، ولا الجماهير تنفخ اللعيب اكتر من حجمها. خلي ستيب باي ستيب، هم مستقبل مبشر للنادي الزمالك، وفي لعيبه تانيه جايه ان شاء الله، وفي لعيبه جايه. بس هو كل واحد عشان كده بقول لهم ايه، اتمرن كويس جدا وسيب الباقي على الله وعلى المدرب. او بس لما تجيلك الفرصه امسك فيها. صح. ده اللي عمله سيد وعمله لما جالهم الفرصه. يعني سيف بيقول لي يا كابتن اتاخرت شويه، قلت له بس لما جات لك انت واقف على رجليك، تفرق غير لما تجيلك وانت مش واقف على رجليك. الجون اللي جاب جون كبير قوي، وغير كده اداؤه في المباراه بقى عالي. سيف لعب 6 دقائق وقت اضافي، ولعب خمس يعني لعب ربع ساعه، اخطر
10 دقائق ولا 12 دقيقه في المباراه، لو هو مش لعيب عنده ثقه في نفسه ممكن يعمل مشكله للفرقه. صح. فانا بحييه على ثباته، بحييه على ثقته العاليه. صح. وهو يعني بيعجبني فيه ان لعبه لقدام طولي، لعبه سيف على فكره بيعرف يجيب جون وبيعرف يعمل جون. كان هداف الدوري عندي هو سيد، يعني سيد ده كان هداف الدوري في الناشئين، وسيف كان هداف الدوري جاب 30 جون، وده الثاني جاب 18 جون. ده معنى كده ان احنا هنشوف تألق يعني اكتر. لا هم عندهم بس هم ايه بيلعبوا في حدود التعليمات اللي متاحه، لكن عايز اقول لك هم بيعرفوا يجيبوا جوان الاثنين دول ولاعيبه كويسه والمستقبل جاي ليهم. فانا بقول لهم ان سيف شد، انا عايز احسن من كده. جوكرز يعني هنشوف جوكرز. سيف بيلعب رايت وبيلعب ليفت، كنت بلعبه تحت الفيرود واحيانا كنت بلعبه فيرود. هو ذكي. وسيد نفس الكلام، سيد شخصيه يعني كمدرب تحب تشتغل مع النوعيه المثقفه القريب من ربنا، بعدين بيبقى يقعد احتياطي حاضر ينزل يكسبك. عارفه انا بقول للعيبه يعني نموذج برضو حلو. ان هو مريح في الشغل، ما يقعدش يعني الاحتراف بيعترض وكده. لما طلع بره سنه تايلاند غيرت الفكر بتاعه، فبقى عنده التالنت بتاع يعرف ان هو لما يقعد بيشتغل على نفسه كتير قوي بره. هو وسيف دي اللي معلياه لعيب الكوره دلوقتي، مش الساعتين بتوع الملعب بس. بالظبط. لعيب الكوره ويشوف النواقص اللي عنده ايه. صح. ويعملها بره الملعب، لان هو ده اللي هيخليك لعيب كبير، وهو ده اللي هيخليك فيه استمراريه في الملاعب. طبعا يعني يمكن زي ما انا ذكرت لحضرتك، ما قلت كمان هي من اسمى مكاسب امبارح ماتش طبعا هي الناشئين. انا بنتمنى الفترة اللي جاية نشوفهم أكتر، كمان نشوف مشاركتهم أكتر في الفترة اللي جاية. عايز أسأل حضرتك عن التغييرات اللي حصلت، طلوع بن شرقي وطلوع زيزو وطلوع عبد الشافي، رأيك فيها إيه؟ والله هي كان فيها ريسك. يعني أنا لما شفت الثلاثة دول طلعوا، أولاً زيزو كان ماشي كويس قوي، عبد الشافي لا غبار عليه، بس هو الراجل حس إيه إن ممكن في بعض الإجهاد لزيزو عشان الثلاث ماتشات اللي لعبوا في المنتخب، فحب هو نشط الحتة دي. حسيت من تفكيره، طبعاً هو راجل مدرب كبير يعني مخضرم أكيد طبعاً، وهم الجهاز كله يعني ليه التحية وليه الشكر، كل الجهاز طبعاً والإدارة عاملة شغل جامد جداً. أنا حسيت إنه عايز يأمن المباراة، ما طمعش في المباراه، وده اللي انا ممكن ايه اختلف معاه فيه شويه. هو حسيت من تغيراته ان هو عايز يقفل نص الملعب، و هو انا تمام كده تمام كده حلو. لا انا شايف ان الخصم ما كانش كده، يعني النادي الاهلي ما كانش في حاله كويسه، فاحنا كنا لازم نطمع في الجيم اكتر من كده. تغيراته بتدل ان هو كان عايز يامن، عايز يامن النتيجه ويطلع بالنتيجه كده يعني. لكن انا كنت اختلف معاه في الحته دي، كان لازم اطمع في الجيم اكتر من كده واحاول اكسب. طيب نزول شيكابالا طبعا هي نقطه التحول، نزولته في الشوط الثاني يمكن فعلا عمل فرق كبير قوي، بالرغم على فكره هو ما كانش جاهز بدنيا، يعني هو كان عنده اصابه خف منها طبعا، بس لسه يعني كان بيتجهز. بالرغم من كده نزل، وحضرتك شفته عمل ايه؟ بصي ده اللعيب الكبير، امال ليه هو في لعيب بيقول لك ده وصل لمرحله النضج؟ يعني عارف يعني ايه وصل لمرحله النضج؟ يعني بقى يعرف يجري امتى وما يجريش امتى، ويستلم امتى وما يستلمش امتى. هي دي لعيب كبير. غير كده، غير ان هو نقطه التحول، نزوله ادى ثقه للعيبه. صحيح. انا حسيت ان وجود شيكابالا في الملعب اللعيبه اتحولت، حسيت ان هم هيكسبوا في اي وقت، بقى في قائد في جوه التيم، بقى في حد بيقدر، في بلاي ميكر في الفرقه، في كل دقيقه يعني الجون اللي عمله لبن شرقي ده مش اي حد يعمل الاوفر ده. انا بالنسبه لي مدربين قطاع الناشئين دول يعني اخطر حاجه، اخطر واكثر ويعني من حيث الكفاءه، لازم وانت بتربي اللعيب تبقى فاهم كويس قوي انت بتربيه على ايه. طبعا. فدي حاجه مهمه قوي، بتبقى خطره جدا قبل كمان ما يوصل للفريق الاول، بتبقى انت بتشكل له شخصيته، بتشكل له اداؤه، بتشكل له مستقبله، فبتبقى خطوه مهمه جدا. انا بقول لك انا في حاجات بقول لهم، في حاجات اهم من الكوره، ان انت تبقى ملتزم، علاقتك حلوه بزمايلك، علاقتك حلوه بالجهاز، الادب، ان انت تحترم الناس، تحترم الخصم، في حاجات سلوكيه هي دي اللي هتخليك تبقى كويس، هي اللي دي اللي هتديك النجاح. نبقى تلعب زي تلعب تحت ضغط اسم نادي الزمالك، زي تلعب تحت ضغط تيشيرت نادي الزمالك، هتواجه كل الخصوم بتلعب عليك بمنتهى القوه، فلازم انت تبقى مؤهل نفسيا وبدنيا وخططيا وكل حاجه، ان انت تبقى يعني تقدر تشيل اسم نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك كبير، فانا بعودهم ان في مسؤوليه عليك، تصرفاتك جوه الملعب، تصرفاتك بره الملعب بعد التدريب، وفي المكان اللي انت ساكن فيه، انت بتلعب في نادي الزمالك، اوعى تعمل حاجه غير اخلاقيه بتيجي على اسم نادي الزمالك. فطبعا بيبقوا محتاجين يعني معامله نفسيه جامده جدا، وازاي تقري السن ده بتاع المراهقه، ازاي أيوة تعرفي تشديه وبعدين تجيبيه، ازاي تحببيه في التمرين، ويجي التمرين وهو مبسوط، وفي نفس الوقت بتدوسي عليه وهو بيحبك.
وفي الاخر هقول لك على كلمه دي الشهيره بتاعتي، اللعيب الكوره لما بيلاقي ان المدرب بتاعه عنده حاجه بيحترمه، او ما بتلاقي اللعيب ما بيسمعش الكلام بيعرف ان ما فيش حاجه ما بيستفدش، فتلاقي عدم الانضباط بيجي من هنا. لكن لما يكون المدرب عنده ثقه في نفسه وعنده شغل وعنده وهيفيد اللعيب، تلاقي اللعيب على طول تحت الضغط بيسمع الكلام، لان عارف ان هو بيستفيد، عارف المدرب ده هيفيده وعارف ده هيوصله. فالمعامله في قطاع الناشئين بتبقى مختلفه تماما عن الدرجه الاولى. دي حقيقه. الحقيقه ان يعني كلام حضرتك وحكم حضرتك دي خير الختام. الله يكرمك. يعني يا ريت والله نشوف نماذج لحضرتك، نماذج لمايند سيت طبعا لمدربين زي حضرتك موجوده معانا، ان هي تفرق معانا جدا جدا مع اللعيبه. طبعا طبعا بشكرك جدا على الكلام المهم ده جدا، اعتقد ده اكتر دعم للعيبه سواء الكبار او الصغار او الناشئين، فيعني بشكرك جدا لوجودك. انا اللي بشكرك وبتمنى ليك التوفيق وللقناه، وبنشكر جميع نادي الزمالك واللي جاي احسن جدا لنادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يخليك. يلا مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا نهارك ابيض.